بسم الله الرحمن الرحيم. المستشار محمد إبراهيم شرائي، مستشار وخبير في القانون الرياضي. عملت في مركز التحكيم الرياضي السعودي وشاركت في تأسيسه، ومتخصص في مجال القانون الرياضي بحكم العمل والخبرة. شاركت في عدد كبير من لجان صياغة الأنظمة واللوائح الرياضية. احنا اولا احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على وجود مثل هذه المؤتمرات الخاصة بالتحكيم. شاركت في المؤتمر المهني الثالث للتحكيم عشان نوصل للمجتمع أهمية القانون الرياضي، وإيه إيه هو القانون الرياضي وإيه هو التحكيم الرياضي. ورقة العمل اللي النهاردة كنا بنناقشها اللي هي خصوصية التحكيم الرياضي وأثره على القواعد الإجرائية للتحكيم. الجميع يعلم أنه كل منظمة أو كل مركز تحكيم له لائحة قواعد إجرائية. هل التحكيم الرياضي وخصوصيته لها تأثير على القواعد الإجرائية دي من عدمه؟ ده اللي كنا يعني هنناقشه في المؤتمر. اتكلمنا في محاور الورقة عن الهيكل التنظيمي للمنظمات الرياضية. كان لابد ان احنا نتطرق الى اللجنة الأولمبية الدولية كرأس الهرم الرياضي، الاتحادات الرياضية، اللجان الأولمبية الوطنية، الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وادا، محكمة التحكيم الرياضي الدولي كاس. كان لابد ان نتطرق لهذه المنظمات عشان نعرف الهيكل التنظيمي للمنظمات الرياضية شكله عامل ايه. بعد كده انتقلنا للميثاق الأولمبي، وقلنا أن اللجنة الأولمبية الدولية بتعتمد على ما يسمى بالميثاق الأولمبي. الميثاق ده هو خطوط السير العريضة للعمل الرياضي في كل العالم. بعد كده تطرقنا إلى نشأة التحكيم الرياضي وماهية التحكيم الرياضي، وتحدثنا عن مزايا التحكيم الرياضي. ومن ضمن الحاجات المهمة اللي أحب أنوه إليها برضو إنه التحكيم الرياضي هو جزء فيه إلزامي وجزء فيه اختياري، فهو يختلف عن أي نوع أو أي مجال من مجالات التحكيم، سواء كان تحكيم هندسي تحكيم تجاري، بيختلف معاه في نقطة الإلزام والحرية. اتكلمنا عن مزاياه واتكلمنا عن عيوبه، اتكلمنا عن أنواعه لأنه اختلف شوية التحكيم الرياضي عن مجالات التحكيم الأخرى. وقلنا أن أنواع التحكيم في المجال الرياضي تحكيم عادي وتحكيم استئنافي. اتكلمنا أيضا عن منازعة تطبيقية كانت قائمة وصدر فيها قرارات تناقشنا فيها، وقلنا إنه إدارة مركز التحكيم بيقع على عاتقها 50% من سلامة وجودة القرار الصادر، وال 25% على إدارة لجنة التحكيم لملف المنازعة، وال 25% المتبقية على القرار نفسه. وانا اتوقع ان يعني بحكم خبرتي في مجال التحكيم الرياضي ان دي نسب عادله لصدور قرارات سليمه وذات جوده عاليه. تطرقنا للمحكمين ومدى كفاءتهم، وانه المجال الرياضي يحتاج الى محكمين
عندهم خبرة في الرياضة في المجال الرياضي نفسه والعمل الإداري الرياضي، إلى جانب الخبرة في القانون. لازم يكون فيه النوعين دول متواجدين لدى الشخص عشان يمتلك المهارات اللي تؤهله ان هو يكون محكم في المجال الرياضي. اتكلمنا عن محكمة التحكيم الرياضي وبداية نشأتها، وان هي الذراع القانوني للجنة الأولمبية الدولية. الحمد لله، يعني اعتقد ان ورقة العمل كانت واضحة بالنسبة للحضور واستوعبها الحاضرين. نتمنى من الجميع ان هو يكون مؤهل للحاضرين طبعا، واللي عندهم رغبة في ان هم يكونوا محكمين رياضيين، ان هم يأهلوا انفسهم وان هم يجتازوا الشروط اللي بتضعها مراكز التحكيم في الوطن العربي. احنا عندنا في الوطن العربي حاليا 4 مراكز تحكيم رياضية، في مركز تسوية المنازعات في مصر، وفي مركز تحكيم الرياضي السعودي، ومركز تحكيم الرياضي التونسي، ومركز تحكيم الرياضي الإماراتي. نتمنى ان الدول العربية الاخرى تبادر بتأسيس مراكز خاصة لها، وانه يتم الفصل ما بين القضاء والمنازعات الرياضية، حتى تتجنب الدول العربية المشاكل التي تواجهها أمام اللجنة الأولمبية الدولية، وحتى نكون بعيدا عن إيقاف النشاط الرياضي في أي دولة عربية. إلى جانب أنه برضو نتمنى أنه الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية واللجان الأولمبية الوطنية في دولنا العربية إن هي تنفذ اللوائح والأنظمة اللي هي قامت بصياغتها، لأن هو ده دستور الاتحاد. النظام أو القانون الموجود في الاتحاد أو في النادي أو في اللجنة الأولمبية هو ده الدستور المفروض يلتزم به من بداخلها. فلو قامت هذه المنظمات بتطبيق ما كتبته في لوائحها وأنظمتها، أعتقد إن شاء الله إنه المنظمات الرياضية العربية هتتطور بشكل سريع وفعال بإذن الله تعالى.